نتابع مشاهدينا أجواء ليلة عيد الميلاد، إن شاء الله بينعاد على الجميع بكل الخير والبركة والأمل. محطتنا هلأ ببيت النائب روبير فاضل وزوجته هلا، يلي دعيوا عدد من ضيوفنا لحتى يشاركون ليلة العيد، منهم تانزانات وماري يلي شفناهم بإحدى حلقاتنا بخلال هالأسبوع الميلادي، وشفنا قديش تغيرت حياتهم. أنا أم، فأكيد بتعاطف مع الأهالي اللي ما بيقدروا يأمنوا لأولادهم اللي هني بيتمنوا يأمنوا لهم إياه، بس بنفس الوقت يعني هاي هي الحياة، يعني ما لازم يستحوا من حالهم، لأن الغني والفقير بالنتيجة إنسان، ويعني كلنا مثل بعضنا بعيون الله وبعيون الكل، مفروض هيك يكون. طبعاً وضع جانيت وماري وضع خاص، بس بحس إنه بلبنان كتير أمهات عم بتربي ولادها لوحدها، ولازم دايماً نجرب نمد إيدنا لهالأمهات لنعطيهم بس شوية فرح اليوم. لفت لي نظري بالنسبة لجوزيف وجيني هي الخوف اللي عندهم إياه من نظرة الآخر ليهم. فاليوم نحن كتير مبسوطين نفتح أبواب بيتنا تنستقبل ناس تعرفنا عليهم من خلال الشاشة، بس هلأ رح نتعرف عليهم شخصياً. تفضلوا فوت. اهلا وسهلا فيكم كلكم بسهرة عيد الميلاد. انا كثير مبسوط. وقت انطرحت فكرة انه يجوا الاولاد لعنا مشان عيد الميلاد، كثير انبسطت بهالفكرة، لانه اولا فكرة جديدة، وهيدي اول مرة بيجي على بيتنا اولاد ما بنعرفهم بمناسبة مهمة مثل عيد الميلاد. والسبب الثاني لانه لقيت انه يمكن هذا مثل حلو فينا نعطيه لغيرنا كمان، انه بمناسبه العيد يفتح بيته لاولاد ليشاركهم بالفرحه. كان نهاري كثير حلو، واولاده كثير مهضومين، وحسينا بالعيد، قعدت كأنه قاعدة مع عائلتي. I don't wanna light this Christmas. There is just one thing I need. وقت فتنا كان كأن فايتين عبيتنا، ده أول مرة أنا بحس بالعيد، كتير كنا مرتاحين ومبسوطين. عشان نوال ليلة كان حلو كتير، فتنا عباد حسيناه كأنه بيتنا. أنا كتير حبيت أتعرف على نور وهدى وهادي وياسمينة وجبران وجوزيف وجيني وست جانات وبنتها ماري، حبيتهم كلهم فتوا على قلبي، وعبالي دايما ارجع اشوفهم، لان حسي انه هلا من بعد الليله رح اشتاق لهم كثير. More than you could ever know. You make my wish come true.